اليوم السابع عمرو جمال يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لتجديد او تحديد مصيره مع الاهلي. اليوم السابع الاهلي يمنح لاعبي اجازه مجددا لمده 48 ساعه. الفجر محمد هلال لاعب دجله على رادار الزمالك. يلا كوره رئيس الزمالك يحرر محضر اثبات حاله ضد جراس. الوطن خالد جلال لاحمد مدبولي انسى ايام جراس. بطولات اللجنه الاولمبيه تعتمد لائحه الزمالك الجديده. اليوم السابع وفاة والد أحمد توفيق وأكرم توفيق. في الجول رئيس النجوم يرسل تظلم للكاف ضد ترشيح إبراهيم نور الدين. اليوم السابع المقاولين العرب يطلب المشاركة في البطولة العربية أو الكونفدرالية. الفجر الجبلية بتصرف رواتب الحكام قبل عيد الفطر. الوطن بيراميدز يفاوض بغداد بنجاح للتعويض رحيل خربين. كورة برشلونة بيضع الطعم لسان جيرمان لاستعادة نيمار. يلا كورة تقارير اليوفنتوس قدم 85 مليون يورو للتعاقد مع دي ليخت. في الجول فان دايك يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال. كورة يوفنتوس يهدي ساري صفقة مهمة ب 100 مليون يورو. الشروق هانس يستبعد انتقال روي ساني لبايرن ميونخ. بطولات إدارة ليفربول تسعى لتمديد عقد يورجن كلوب مع الفريق. يلا كورة، في البرتغال ليست المرشح المفضل للتتويج بدوري الأمم الأوروبية.